السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعزائي المشاهدين، في استعراض لفيديو طبي تحفيزي جديد. المفاصل وعدم نمو الجسم بمعدله الطبيعي في حالة إصابة الأطفال بالمرض. ومن الإجراءات العلاجية المتبعة لقصور الكظر نذكر استخدام العلاجات الدوائية الهرمونية، التدخل الجراحي، والتدخل الطبي في حالة تشخيص إصابة الجنين ويشمل العقاقير الستيرويدية
نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.